هتلاقيها بشكل غير مباشر. يعني احنا دلوقتي بينا بنصور في اماكن حلوه ونظيفه, يعني هتبقى اكيد ظاهره الفتره اللي جايه كمان. مش لازم احنا نعمل عمل مخصوص علشان البيئه يعني, لكن ممكن يبقى في مشهد يبين لك قد ايه المكان نظيف وحلو وجميل والناس مهتمه بيه. الاماكن اللي بيصوروا فيها اماكن كويسه, اكيد مش هيبقى فيه مقابلات في الارض واحنا بنصور يعني. فلا طبعا الفن مهم جدا في الحكايه دي يعني, وخصوصا في مكان متحضر زي ده. احنا بندرس فيه فن مزيكا وتمثيل وإخراج وكل أنواع الفنون, فلازم يكون مكان الناس تحافظ عليه. تابعتي ردود الأفعال على موسى إزاي؟ وخصوصا العمل ده يعني معظم النقاد بيقولوا إنه متكامل, سواء صورة كتابة إخراج. الحمد لله هو مسلسل الحمد لله كان كبير ومهم, وكان مهم جدا بالنسبة لي, والحمد لله ردود الأفعال كانت كويسة جدا جدا على الشفيقة الحمد لله. يعني الكواليس بينك ومحمد رمضان يعني بتعمل إزاي؟ كان كويس, كواليس كويسه جدا. انا كمان كنت بصور معاه كتير, انا كنت صورت معاه حوالي يومين تصوير او 3 ايام تصوير, بس كانت كويسه جدا طبعا. اخيرا عايزين كده توجهي كلمه لايمي ودنيا سمير غانم. لا ربنا يكون في عونهم ويصبرهم طبعا ويشفي استاذه جلال, يعني قلبي معاهم ده اهم. ان شاء الله ان شاء الله هيقوموا منها ان شاء الله. شكرا جدا.